حاجتين زائد واحد هي الموضوعين اللي انا يعني جايين شغلين مخي. وسيبك من الهزار، هما موضوعين مهمين. جزء منهم اللي كنت بتكلم فيه امبارح مع دكتور احمد كمالي نائب وزير التخطيط على مساله الرهن العقاري وحلوله، وحتى دكتور احمد كمالي قال محتاج نظره، فحتى قلت له نظرتين يا دكتور، قال لي عندك حق. والخبر اللي قالوه زميلاتي المتعلق بأنه دكتور مصطفى مدبولي يعني كان في اجتماع بيبحث مسألة أنه يتم عملية تنظيم النشاط بتاع التطوير العقاري، وهو ده اللي أنا فعلا خدت قرار جدي حقيقي أن أنا هروح للدكتور أحمد كمالي، وأتمنى فعلا أن احنا نقابل كمان دكتور مصطفى مدبولي لعرض عليه هذه المسألة. يعني ده مهم جدا، لأنه أيوة أنا قاعد عمال بفكر في الفكرة واتناقشت فيها فعلا مع كذا حد من المتخصصين في هذا الموضوع، بل عرضتها على أصدقاء جدا من رؤساء البنوك المصرية، والكل قال إن الفكرة دي كويسة والفكرة دي سوف تساعد في حل حقيقي وجذري لمسألة التضخم السعري في العقار المصري. هتيجي تقول لي يوسف انت عايز تقول لي انت يعني شاطر قوي؟ اطلاقا، ولا انا مشغول بقصة انا شاطر ولا انا مش شاطر ولا خايب ولا مش خايب، مش موضوعي. انا عمري ما طلعت من الاوائل في المدرسة، عمري في حياتي يعني، ولا عمري ادعيت حتى قدام ولادي زي كل الاباط انا كنت بطلع الاول ولا عمري قلت الكلام ده. انا كنت بطلع الاول في الجامعة، ده بجد بقى مش هزار يعني. بس اللي عايز اقوله لك الهدف ايه؟ الهدف انه احنا فعلا عندنا تضخم في اسعار العقارات في مصر، وانا اللي شاغل بالي هل التضخم ده تضخم سليم في السعر بتاع العقارات؟ يعني هل العقار في مصر سعره المفروض يبقى كده ولا يبقى اقل؟ طب ولو هيبقى اقل هيبقى اقل ازاي؟ وهل احنا عندنا قوة شرائية قادرة على دفع هذه المبالغ حتى لو بالتقسيط؟ خد بالك انت بتتكلم على لو بتقسط مع المطور، فانت بتقسط على 6 7 8 9 10 سنين ودق 12 سنة وخلاص. ويمكن مؤخرا بقى في تقسيط مش عارف ممكن يبقى ازيد من كده، بعض الشركات بدأت تشتغل على انواع من تمويل الاقساط العقارية او تمويل المقدم العقاري او المقدم بتاع العقار، لكن عمليا هو مفيش اي حل على الاطلاق جذريا قدم حتى هذه اللحظة. ليه انا بفكر في القصة بقوة وبجدية شديدة؟ لانه بمنتهى البساطة لو انا افترضت انه فلان الفلاني فليكن يوسف هيقدر يدفع المقدم ده والقسط ده، معناها انه مش هيقدر يعمل اي شيء مالي في حياته طوال مدة التقسيط. ده فعلا مش هزار، وانا بضرب لك المثل على نفسي. لو انا بالاسعار الحالية دي خدت قرار اشتري حاجة وادفع المقدم اللي بيقولوا عليه وادفع الاقساط اللي بيقولوا عليها، مش هعمل اي شيء بما فيها ان انا مش هعرف ادخل عالي الجامعة الى هذا الحد. طيب هل ده صح؟ يعني لازم أبقى حاطط ضغط مالي شديد على الأسرة المصرية بالشكل ده، ولا لازم أفتح لها مساحة أنه يبقى في عندها قدر من الأموال، مش بس المصروف البيت، قدر من المال للطوارئ، قدر من المال للتنفس، الفسحة، التنزه. يعني ده مهم جدا. ليه؟ حتى تستقيم دورة رأس المال عند الهاوس هولد أو عند الأسر، تستقيم الدورة وتفضل نشيطة، ما تقفش، ما تؤديش إلى أن أنا كده عمليا ضخيت فلوس في النشاط العقاري أو في التطوير العقاري أو في شراء عقار، وبقيت القطاعات أنا مش عارف أصرف فيها أنا كمواطن بقى أنا كمستهلك. طيب ففعلا مش هزار يعني، أنا حقيقي هروح أقدم الفكرة وهحاول أطلب يعني لقاء مع معالي رئيس الوزراء أو دولة رئيس الوزراء عشان الحكاية دي. على كل خلونا نروح لواحد من مواضيعنا الرئيسية جدا والهامة جدا، وإحنا كنا هنتكلم على إيه يا جماعة؟ أنا بدأت كنا هنتكلم النهاردة على الفيوم، الفيوم اللي بتستقبل أول فرع من الشبكة القومية لخدمة الأشخاص من أصحاب الهمم، أهالينا أصحاب الهمم بالتعاون مع وزارة الاتصالات ووزارة التضامن. معنا على التليفون دكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم. يا بختنا يا دكتور نكلمك يعني مرتين خلال 48 ساعة. وانا كمان والله يا فندم محظوظ بهذه المكالمه. ربنا يخليك يا دكتور. الفيوم بتستقبل لاول مره فرع الشبكه القوميه لخدمه الاشخاص من اصحاب الهمم. اولا ايه نوع الخدمات اللي هتتقدم؟ ويا ترى هيبقى في عندنا اكتر من فرع خلال الفتره القادمه؟ والخطه بتاعتها هتبقى عامله ازاي؟ طيب
والنهارده كان في زياره هامه جدا لمعالي وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، ومن خلال هذه الزياره دشنا المنصه الالكترونيه لتشغيل اصحاب ذوي الهمم. احنا هنا فكره الرقمنه والتحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا يعني هو معمول في الاخر عشان يسهل على كل المواطنين، وبالذات يعني ابنائنا وبناتنا واخواتنا من ذوي الهمم يلاقوا الخدمات قريبه منهم. هي دي فكره التكنولوجيا لما تقرب المسافات. المنصه معنيه بان الشركات هتبتدي تنشر وظائفها بشكل واضح على هذه المنصه. راغبي الوظائف من ذوي الهمم هيبتدوا يعملوا ابلكيشن، السيستم لوحده او المنصه لوحدها بتبتدي تعمل توافق ما بين السي في اللي اتعمل له رفع على المنصه مع الوظائف، وتبتدي تحصر متقدم الوظيفه بالوظائف المتاحه، وتحصر الشركات ان في ناس ممكن يبتدوا يعملوا لهم مقابلات او يعملوا لهم الاختبارات اللازمه. بتسهل الموضوع من غير ما يبقى فيه تحرك ولا يحتاج ان الواحد يقدم ورق في حته. هي منصه رقميه بالكامل ومرقمنه بالكامل، وابتدت الشركات يعني تتفاعل مع ده. والنهارده اطلاقها، واحنا هنبتدي نعمل لها يعني ترويج ودعايه كبيره جدا مع كل المؤسسات المجتمع المدني اللي موجوده، لان برضو وزاره التضامن لها دور كبير في هذه المنصه. هنتفاعل مع كل الجهات الموجوده في المحافظه، اذا كانت مؤسسات مجتمع مدني، المجلس القومي للمراه، كل الحاجات اللي ليها وجود وتواجد على المستوى الميداني عشان ننشر هذا الفكر، ويبتدي اهالينا من ذوي الهمم يبتدوا يقدموا على هذه المنصه، ونحفز برضو الشركات والمصانع والجهات اللي موجوده في المحافظه انها تبتدي تعرض وظائفها بشكل يعني في وضوح وشفافيه. برضو كان معانا القوى العامله النهارده علشان يبقى في رقابه على الوظائف اللي بتعرض والوظائف اللي بيتم عملها وعرضها على هذه المنصه. الموضوع فيه يعني استخدام عالي للتكنولوجيا وتسهيل عمليه وصول صاحب العمل لسوق العمل من ابنائنا وبناتنا ذوي الهمم. يعني في المنصه بالكامل، وتم اطلاقها النهارده من الفيوم، واحنا الفتره اللي جايه ان شاء الله هنشتغل شغل بقى يعني كثيف جدا على المستوى يعني القاعد يعني في كل الاماكن في كل المراكز مع كل الجهات اللي لها تاثير على المجتمع يعني. طيب يبقى اولا كده اللي انا فهمته ان المنصه هتبدا تربط ما بين اصحاب العمل والفرص مع الناس اللي تقدر تشتغل. بالظبط. حلو قوي. طيب الحاجه الثانيه، ليه الفيوم هي اول مكان تطلق منه هذه المنصه؟ يعني يا بختكم طبعا. يعني جرى العرف كده ان الفيوم دايما بتستضيف العديد من المبادرات اللي بتقوم بها الوزارات. يعني احنا الحمد لله يعني حاجه ايجابيه ان احنا يعني فرص يعني لاهالينا هنا. طبعا احنا عارفين ان الفيوم فيها تحديات اقتصاديه كثيره، تحديات اجتماعيه كثيره. التدخلات دي لما بتاخد الاهتمام الوزاري والاهتمام مجلس الوزراء والاهتمام الرئاسي بهذه المشروعات بتلاقي صدى ايجابي عند المواطنين، وتبتدي تلاقي المردود الايجابي على المجتمع. فاحنا دايما بنبقى حريصين ان احنا نستقطب المبادرات في بداياتها عشان ناخد يعني ناخد الوقت الاطول، ويعني حدث البدايه بيبقى دايما ايجابي معانا يعني. طبعا طبعا ايجابي جدا معانا دي حقيقه. طبعا انا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر ليك دكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، شكرا جدا على المداخله. ولان الظهر الحمد لله يا رب اللهم زيد، انا النهارده محظوظ. ليه بقى؟ لانه مش عشان هتكلم عن الجدري بتاع القرود خالص، بس لانه ضيفنا عبر الهاتف هو رجل بالتاكيد كلنا نحبه ونحترمه ونجله، وانا بشكل شخصي احبه جدا واحترمه جدا، خصوصا بعد المقابله اللي اجرتها معاه. مش عايز اسميها مجرد حوار، لانه كنت سعيد جدا ومتشرف بمقابله الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون الصحه. اهلا بيك يا دكتور. يوسف ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيب يا فندم. دكتور عوض، يعني ناس كتير قاعده عماله بتتكلم على موضوع جدري القرود، وناس بدات تتخض، وناس تقول الحق ده حصل اصابات في الدوله الفلانيه في الدوله العلانيه، حاله التاهب، هل ده هيبقى كورونا بتاع سنه 22 23 ولا ايه؟ انا لا اتمنى هذا. يا رب خير. وطبعا كلنا لا نتمنى هذا. طبعا سيادتك كان في مرض زمان اسمه الجدري.
وبس عايز اقول حاجه مهمه عشان ما حدش يتخض، في فرق بين الجدري والجديري. صح. الجديري ده مرض ابسط وبيجي كتير للاطفال. أيوه. وبيدي اعراض معينه وبيختفي الحمد لله وبيشفى معظم الحالات تماما يعني. مظبوط. الجدري ده مرض انتهى في العالم استاذ يوسف تقريبا سنه 80. حلو. وكان طبعا بيؤدي الى وباء شديد جدا واصابات شديده وفيات كثيره، وبعدين العالم استطاع انه يعمل تحصينات او لقاحات واختفى تماما من العالم. لكن فضل من حظ افريقيا ان فضل بؤره في وسط افريقيا وغرب افريقيا خصوصا المناطق الممطره، ان في هذا الوباء او هذا الفيروس موجود في القرود، مش بس القرود الحقيقه، وكمان بعض الحيوانات الاخرى اللي موجوده في المنطقه مصابه بهذا الفيروس. وكان في معظم الاحيان انتقال المرض بين الحيوانات وبعضها، لكن في بعض الاحيان القليله بينتقل الى الانسان. الانسان الحالات بتبقى بعض الاعراض اللي هي تماما زي الجدري البشري السابق، لكن نسب الوفيات فيها كانت ما بين 1 الى 6% في المتوسط وقد تصل الى 10%. في الفترة اللي فاتت أصيب حالتين، أول حالتين تم رصدهم في العالم في المملكة المتحدة، والحالتين دول كانوا جايين من نيجيريا تحديدا، وكانوا على علاقة ببعض الحيوانات اللي موجودة في هذه المنطقة. ثم بدأت الحالات تتزايد أكثر عدد حتى الآن في المملكة المتحدة، لكن هي النقطة إن الحالات موجودة في عدة دول وفي عدة قارات. طبعا ما نقدرش نقول انها وباء زي الكورونا حاليا لان الاعداد ما زالت قليله، لكن طبعا انتشار الحالات وبسرعه في عده دول في ان واحد وعده قارات هي دي اللي تستوجب الحذر والتلقب والترصد. اعراضه بسيطه، لكن في الطفح بتاع الجلد اللي بيبقى مزعج الحقيقه، بيجي في الوجه ثم يجي في انحاء ثانيه الجسم. المرض معدي سواء بالملامسه الشخصيه او الاحتكاك، ويقال او رصد في حالات، في بعض الحالات فيها المثليين بيبقى فيهم النسبه اكثر نتيجه للاحتكاك. وكل افرازات الجسم المعديه بما فيها السوائل او الافرازات اللي بتطلع من النسور، حتى الاحتكاك بفرش او ادوات المريض ممكن تكون معديه. الحالات ما فيش علاج معين، علاج للاعراض لسه بيجربوا انواع ادويه الفيروسات اللي ممكن تنفع مع هذا الوباء، او لا بلاش اقول وباء يعني بقى هذا المرض. وبعدين سيادتك التطعيمات في بعض الدول كان عندها مخزون استراتيجي من اللقاح بتاع السمول بوكس اللي هو المرض الاصلي الجدري بتاع البشر، لسه عندهم كميه، وبدا الناس تتكلم على نطلع بقى لقاح ونبدا نلقح الناس ضد هذا الفيروس. ده الموقف الحالي حاليا. كل يوم الاعداد بتزيد، كل يوم الدول عددها بيزيد، لكن هذا الوضع هو الوضع الوبائي القائم حاليا. طب دكتور عوض، يعني هل التحصين القديم اللي موجود ده بصرف النظر عن انه هم قدروا يحتفظوا بيه بشكل فاعل، هل هو بالفعل من الممكن انه يخلق نسبه تحصين ضد المرض بتاع جدري القرود؟ المحصنين قبل سنة 80 اللي هو لما كان وباء الجدري الأصلي البشري موجود، يقال إن عندهم بعض المناعة ضد هذا المرض. يقال لا. لكن لسه شوف كل دي بقى توقعات يعني بتعتمد على الأبحاث العلمية السابقة والحالية، لكن الكونكلوجن أو الوصول إلى قرارات نهائية حول هذا الموضوع كلها توقعات لسه. احتمالات، احتمال ما يحصلش، احتمال ما يجيش وباء، احتمال يبقى بسيط، احتمال يختفي، كل دي احتمالات قائمة جدا يعني. لكن كل اللي بيقول لحد دلوقتي انه لن يصل الى يعني مرحلة تشابه ما حدث مع الكورونا. طيب انا برضو يمكن يا فندم مشغول بحاجة، انه الحالتين اللي ظهروا الاول في المملكة المتحدة عن طريق 2 من المواطنين النيجيريين كان عندهم شكل من اشكال التعامل مع حيوانات او قرود فاصيبوا بهذا المرض ونقلوه معهم للمملكة المتحدة، هي مسألة انتشاره السريع في العالم ده ايه؟ هل من الممكن انه يكون مش بس انتشاره عن طريق الملامسة او العلاقات المباشرة، لكن ينتشر عبر الهواء
او مياه الشرب او 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 هو درجة الانتشار هذا الوباء لا تمثل الفيروسات الكورونا او فيروسات الانفلونزا او الفيروسات الاخرى التنفسية. وده ايضا بيدي اعراض تنفسية، لكن حدة الانتشار او عددها اقل بكثير جدا. يعني هنا الاحتكاك الجلدي او الاحتكاك المباشر او الاحتكاك مع المصاب المباشر هو مصدر العدوى الرئيسية في هذا المرض. وحتى كان موجود قبل كده ايضا في السمول بوكس اللي هو الجدري البشري. فالتوقعات مبنيه على هذه الفكره او قدره هذا الفيروس على الانتشار اقل حده واقل سرعه واقل عددا من الفيروسات الاخرى مثل الكورونا. ربنا يستر يا دكتور. يعني الشيء المبهج الوحيد ان احنا سمعنا صوت حضرتك وتشرفنا بهذه المكالمه يا دكتور. الف الف ان شاء الله شكر. وتبقى ازمه وتنتهي على خير يا رب يا رب يا دكتور. كل الشكر لحضرتك. الف الف شكر دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون الوقايه الصحيه والوقايه. واستاذنكم نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. أنا كنت من وأنا طفل صغير جدا أحب جدا الأغنية بتاعت سينا رجعت كاملة لينا مصر اليوم في عيد. أنا بكلمها بجد، ده برضو بيرجعني النوستالجيا الجيل بتاعنا وإحنا أطفال وإحنا أولاد، يعني حتى قبل كمان سن المراهقة كده. يعني إحساسنا بسينا وبغلاوتها في قلوبنا وأهميتها لينا، إحنا الجيل اللي سمع الأغاني الوطنية دي، إحنا الجيل اللي عاش على أمجاد نصر 6 اكتوبر عمليا. واحد زي حالتي مواليد 75 كانت لسه الحرب خلصانه، الضباط والجنود كل واحد راجع لبيته بيحكي حكاياته عن الحرب بذكريات حقيقيه اصليه اصيله رائعه عظيمه. فاحنا تشبعنا جدا بالنوع ده من المعزة والحب والاعتزاز والفخر الوطني، وبالذات في سيناء. لما كانت المدرسة بتاعتنا أو مدارسنا عموما يعني كجيل كان دايما لازم عندنا استحالة تعدي تلتة إعدادي من غير ما تكون المدرسة عملت رحلة لخط القناة وسيناء. وجد مش هزار، احنا كنا نروح، انا واحد من الناس رجعت هناك من هناك يعني، واظن كان عندي 12 او 13 سنة وقتها، رجعت بكبشة رمل وزلطين. أنا مش بهزر، أنا بتكلم بجد من كتر ما أنا شايف إنه لأني مشبع. دي سينا، سينا اللي خدناها بعد ما اتخذت مننا، سينا اللي ولادنا وإخواتنا تحديدا بقى وقتها إخواتنا الكبار أبهاتنا خلانا عمامنا جيراننا دفعوا فيها الغالي والنفيس حتى تعود وانتصرنا. فراجع فعلا بزلطين كان شكلهم بالنسبة لي يعني مختلف شوية لونين يعني، وحفنة رمل، وكنت فرحان جدا ان انا راجع برمله من سينا. كنت بوريها لعيال صحابنا في العمار، يعني ان الرمل ده من سينا على فكره، ده انا بتكلم بجد مش بهزر. وبالتالي لما يجي النشاط المسرحي يعود مره تانية لسينا اقدر اقول لك ايوه هو سينا رجعت كامله لينا مصر اليوم في عيد. النشاط المسرحي غاب عن سينا 11 سنه بسبب الارهاب، وكان هذا الارهاب إرهاب دامي حقير إلى أبعد الحدود. قتل مدنيين، عسكريين، شرطة، يعني ما فرقش. إرهاب قتل الكل وحاول يقضي على الكل ويحرق الأخضر قبل اليابس. فلما نبقى بذلنا دمنا علشان خاطر سينا ترجع لنا بإذن الله سبحانه وتعالى زي الفل وكأنها ثوب أبيض جديد، فكان يبقى مهم قوي أنه مش بس بتحصل كمان المشروعات التنموية اللي في سينا، لكن كمان أنك تغذي العقول والروح وتقدم النشاط المسرحي مرة تانية بعد 11 سنة وفي قصر ثقافة العريش. بصراحة حاجة تفرح وتنذر وتبشر بكل الخير طول الوقت. مش هقولك تنذر بقى، فتنذر يعني قد تذهب إلى الخطر، أما تبشر فهي إلى الخير دائما. معانا على التليفون مخرج المسرحي دكتور مجدي الشريف. أهلا بيك يا دكتور.
اهلا اهلا بيك يا فندم. اهلا 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 بحضرتك. بس اللهجه دي مش سيناوي. لاني اتربيت في مصر كتير. يعني حضرتك عرايشي؟ عرايشي ولا ايه؟ عرايشي طبعا. من فين في العريش؟ في العريش ذات نفسها. اصلا ليا واحد صاحبي بقى جدا جدا، ده صديق العمر معايا من اولى ابتدائي، محمد احمد يسري البولك، المهندس محمد احمد يسري البولك، ساكن طبعا قدام شركه المحاريت والهندسه في الشارع بتاع البحر. ما شاء الله عليك يا استاذ يوسف. إيه رأيك؟ انت حافظ البلد كده. عرايشي انا كمان اهو. طبعا. على فكرك عايز اقول لحضرتك حاجه، وجه حضرتك بيقول ان انت عرايشي. انا طول ده العرايشيه في منتهى الوسامه. لا يا استاذ يوسف، فعلا وجهك شبه العريش جدا وشبه ارض العريش. نبقى اولاد عم او اخوات اختار. والعريش بتحبك جدا على فكره. لا ده العريش دي في قلوبنا، اصل انا رحتها سنين بقى طويله مع والدتي ربنا يديها الصحه، كل سنه بنروح، وانا كان عندي فرصه ان انا بتلكك انه محمد البولك صاحبي عرايشي اصلا، فاحنا في الصيف كنا لازم يبقى في كده ايه اسبوعين في العريش، ما فيهمش هزار دول. ايوه لا دايما تشرف العريش كلها تشرف بيكم. كلنا نتشرف والله يا دكتور. كلمنا يا دكتور على عوده النشاط المسرحي مره تانية والعروض اللي بتتقدم على قصر ثقافه العريش. هو طبعا يعني قبل عوده النشاط المسرحي هو عوده افتتاح قصر ثقافه العريش. الله. انا مش عايز اقول لك ان في شهر 4 سنه 21 كان افتتاح قصر ثقافة العريش، اعتبار حدث يعني لن يكرر في أي مكان تاني. كانت الفرحة من الأعماق، لا تتخيل وجود وزارة الثقافة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الناس كلها في العريش كانت فرحانة جدا بهذا الحدث الكبير، يعني لأنه بيمثل لنا طبعا انطلاقة كبيرة جدا احنا اتحرمنا منها فترة كبيرة فوق ال 11 سنة. فعاد القصر مرة تانية الحمد لله، فنفرح وتعود بالزبط. العروض بالظبط. طيب ايه العروض اللي بدأناها؟ احنا في قبل افتتاح القصر كنا عملنا عرض اسمه حكاية بنت اسمها روضة، وكان العرض متاخد من موقعة الروضة اللي حصلت اللي طبعاً. أدمت كل طبعاً. البشر مسجد الروضة. مسجد الروضة طبعا. انا خدتها بشكل رمزي وكتبت نص بشكل رمزي وبدأنا نعمله بجهود ذاتية، والحمد لله اتعرض وسمع كتير جدا، وكان ده نواة الفرقة القومية للفنون المسرحية بقصر ثقافة العريش. جميل. طيب ده كده عرض باسم بنت اسمها روضة، حكاية بنت اسمها روضة. حكاية بنت اسمها روضة. أيوة فندم. طيب ده العرض الوحيد اللي قدم حتى هذه اللحظة ولا في عروض تانية؟ لا في عروض. احنا السنه دي يعني قصر الثقافه او مديريه الثقافه عملت ثلاث عروض، عرض نادي مسرح وشريحة التجريبيه وعرض فرقه قوميه ان شاء الله هيفتح بكره باذن الله. طيب ده شيء عظيم جدا. طيب قول لي بقى عايزين ايه في قصر ثقافه العريش والعبد لله، يعني قد يفعل شيء باعتباره مذيع وقد يفعل أشياء أخرى، وأنا مش من الناس اللي أبدا تخلط ما بين الحاجتين وبالذات في البرنامج، بس يعني باعتباره وكيل لجنة الثقافة في المجلس قول لي. احنا بص حضرتك، احنا أولا احنا بنعتبر القوة الناعمة اللي بتحارب مع الجيش والشرطة وبندافع عن بلدنا، لأن العريش أو شمال سيناء عامة كلها بلدنا، فاحنا بندافع عن بلدنا بالقوة الناعمة اللي احنا بنمتلكها. طبعا عايزين ايه؟ دي حاجة كبيرة جدا، احنا بقالنا 11 سنة ما عملناش حاجة خالص، واخد بال حضرتك، فبادئين من جديد. لا فاحنا عايزين حاجات كتير جدا جدا جدا، لأن أنا عايز أقول لحضرتك حاجة. أولا الطفل في العريش مظلوم ظلم جامد جدا، لأن مواليد من 2007 لغاية يعني لغاية 2020 المواليد دي كلها للأسف نشأت وترعرعت في ظل ظروف الحرب على الإرهاب. صحيح. فتبص تلاقي الطفل الصغير والمتوسط كل اللي في دماغه حرب، دبابة مدرعة، إرهابيين، زي كده، واخد بال حضرتك. الفترة دي كلها كانت فترة طبعا سواد على شمال سيناء، ده الناس كلها تعرف المعلومة دي. فاحنا عايزين ننهض بهذا الشباب كله، ننهض بتثقيفه، ننهض ب ب ب ب ان هو يعرف
أرض وطنه كويس جدا. طبعا احنا هنا بنتعامل بأمن وأمان حاليا بعد 2018 بالذات بعد الحملة بتاعت 2018 اللي قضت على نسبة كبيرة جدا جدا من الإرهاب، وبدأنا ان احنا نتفتح شوية. فاحنا فعلا محتاجين ان احنا الشباب بتاعنا ده كله لا يعيد حياته من جديد، عشان احنا نقدر نأثر عليه ثقافيا وفنيا وتعليميا، بحيث ان يكون مواطن صالح بيحمي بلده بيحمي عرضه وبيحمي مصر كلها. خلاص بإذن الله ممكن حتى نقعد نلتقي مرة، والله بتكلم بجد، ونقعد نفهم القصة. وبعدين انتوا عندكم رئيس هيئة زي الفل الدكتور هشام، فأنا حتى برضو هحاول أفهم منه قدر الإمكان إيه كل الحاجات اللي ممكن تبقى مطلوبة، ودينا في إيدينا في إيدين بعض نبني مرة تانية الحركة الثقافية والمسرحية والفنية في العريش. ما عندناش أغلى منكم يا دكتور. الله يخليك استاذ يوسف. وطبعا الدكتور هشام مش مقصر في حاجه في العريش، وانا متاكد رئيس اقليم القناه وسناء الكاتب محمد نبيل ما شاء الله، هو على فكره عندنا النهارده يعني هو انا لسه جاي من بروفا جنرال بتاع عرض عرس كريب اللي هيتعرض بكره، وهو شاهد العرض يعني واثنى عليه الحمد لله. عندنا قصر الثقافة بالأستاذ أشرف المشرحاني مدير القصر بجميع العاملين، بصراحة ما بيتدخلوش جهد، بس احنا فعلا طمعين جدا ان احنا محتاجين أكتر وأكتر وأكتر. الطمع في الخير محمود. شريحة مسرح طفل كمان، يعني مهم جدا الطفل، أنا بركز على الطفل بالذات لأن هو ده النواة وبناء الدولة الحديثة اللي احنا بنرعاها يعني، واللي احنا بنأملها. أنا أتفق معاك على طول الخط، اهم حد عندي هو الطفل طبعا طبعا. عاوز ابني وجدانه مظبوط بالظبط. ان شاء الله ان شاء الله كل الدعم باذن الله وكل اللي انتم عايزينه باذن الله سبحانه وتعالى هيتحقق. انا بشكرك مره ثانيه دكتور مجدي، مبسوط وتشرفت بمعرفتك ده اولا وبمداخلتك التليفونيه ده ثانيا، كل الشكر. وكان هذا في حديث في اطار عوده مره ثانيه للنشاط المسرحي باذن الله سبحانه وتعالى يعود في كامل بهائه وقوته ونشاطه وفاعليته باذن الله في ربوع العريش، ويبقى مش بس في قصر الثقافة ده. تخيل كده هيجي يوم هتتعمل الأصول، هتتعمل قصدي المسرحيات في الأماكن المفتوحة والمكشوفة، وهيبقى في مسرح جو. هيجي وقت ده هيحصل، بس خليك مؤمن بأنه ربنا هيدي لك اللي انت عايزه لو انت عايز فعلا كده، عايز كده. انت البني آدم ان عزت شيء واخلصت النية، ثق ان ربنا هيديها لك 100%. كلنا عايزين نوقف العريش على رجليها ونرجع الحركة المسرحية والفنية والثقافية، فبإذن الله سبحانه وتعالى هيحصل، ثق ان ربنا معانا، قول ان شاء الله. خلونا نحاول نشوف يا ترى هل ترى ايه اللي ممكن يجرى علشان يبقى في عندنا روشتة الكترونية معتمدة من كلا النقابتين، سواء اذا كانت نقابة الاطباء دار الحكمة او نقابة الصيادلة، تبقى معتمدة من وزارة الصحة، يعني كل بقى الهيئات والمؤسسات تبقى بتعتمد هذه الروشتات الإلكترونية بشكل أو بآخر. وأظن الموضوع بات مهما جدا. الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا أستاذ يوسف، وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك، أتمنى أن يكون المذيع الكلام كويس يا فندم. حضرتك كأنك واقف في الصيدلية ليك فترة طويلة يعني اللي عرض لحضرتك طبعا ما شفتوش، لكن أنا متأكد أنه هو لا يتعدى واحد في الألف من المهازل اللي بنشوفها في الصيدليات بسبب الخط السيء او عدم الكتابه الصحيحه للادويه. خلي بالك انا بجمل الكلمه، يعني بقول خط سيء انا بجمل، لكن احنا بنلقى لغه غريبه لم نعهدها ولم نتعلمها في اي مدرسه من المدارس اللي تعلمناها قبل كده. لغه رتمات بتحتاج حد يفك زي ما فك حجر رشيد، حد يكون متخصص. للاسف الشديد يا استاذ يوسف انا اقول لك عن مفاجاه. اتفضل يا فندم. احنا عندنا 80,000 صيدليه في مصر. 80,000 صيدلية يوميا، انا يعني هحسبها لك بالظبط، يوميا على الاقل كل صيدلية بيقف قدامه روشتتين، اول حرف مكتوب في الدواء وبعد كده خط مستقيم. خلي بالك من نقطة، يعني خط الطبيب مش المشكلة في كتابة الأدوية فقط، أنا عندي كذا حاجة. رقم واحد، الدواء نفسه قد يكون فيه خطأ. الجرعة قد يكون فيها خطأ.
توقيت الدواء قد يكون في خطأ. واحيانا حرف واحد في الدواء قد يكون مميت. صح. وحصلت قبل كده في بعض الادويه الشهيره. احنا مش بنقول اسماء تجاريه، احنا بنتكلم على اسماء علميه. دواء شهير جدا للقلب كان الطبيب كاتب حرف زياده فيه، وكان كاتب القرص 3 مرات. اللي هو كان كاتب دواء يقصد بيه دواء ليه الامساك، حاجه الماده الفعاله اسمها بيساكودين للامساك. الماده الفعاله في دواء القلب اسمها ديجوكسين. الديجوكسين جرعته بيتاخد قرص في اليوم، وبنعمل له اجازه مره في الاسبوع. يعني المريض بياخده 5 6 ايام في الاسبوع، بنوقفه مثلا يوم الخميس والجمعه. عشان سميه الديجوكسين عاليه جدا، تخيل. فتخيل لما تبقى روشته مكتوب فيها الدواء ونفس شبه الحروف بتاعت الدواء الامساك ومكتوب القرص 3 مرات. الله. في حاله كانت شهيره توفت من شهرين في الموضوع ده، واتحاجت في المستشفى. وفي حالات كتير احنا مش هنتكلم فيها، دواء حرف واحد، حرف ايه يعني ايه، قد يدفع المريض ثمن حياته بسبب هذا التسرع. طب الجرعه قد تكون مميته حتى لو الدواء مكتوب غلط. طلع الطبيب او اي مقدم الخدمه الصحيه كاتب الجرعه ايه من تحت، قرص شرطه. في بعض الادويه مثلا حاجه كان اسمها مثلا ماده اسمها ثيوفيلين، دي ماده عشان خاطر التنفس توسع الشعب الهوائيه، الجرعه بتاعته نص قرص الصبح نص قرص بالليل، تلت قرص الصبح تلت قرص بالليل. الطبيب كاتب 2 قرص 2.5 قرص 3 مرات في اليوم. المريض دخل في غيبوبه ودخل في المستشفى. 2.5 قرص. فالاخطاء الطبيه اللي موجوده في مصر بسبب عدم وضوح الروشته اللي ليها دلاله، انا مش عايز اتكلم يعني لكن هتكلم بصراحه. اتفضل. ايه اللي يجبر طبيب ان ياخد من وقته دية الروشته بالظبط كتابتها هتكلف من وقته دية؟ ايه اللي يخليه يكتب رمود؟ رقم واحد يكون في ديل بينه وما بين الصيدلي اللي تحته. الصيدلانية مراته، الصيدلانية اخته، الصيدلي اخوه، الصيدلي صديقه، او ان هو مشارك من الباطن في الصيدلية. ما هو مش كل الدكاترة، اسف، مش كل المرضى. لا، اللي بقصده انه حتى اذا افترضنا ذلك يعني، لكن مش كل المرضى هيجيبوا من الصيدلية اللي تحت يعني. ممكن هجيبها من الصيدلية اللي جنب بيتنا انا بقى. في حاجة تانية. حضرتك طبيب كتبت روشته المريض وصرفها من الصيدليه اللي تحت في سوهاج. ايوه. جال القاهره هنا المريض جاي لروشته، والصيدلي اللي تحت الصيدلي في سوهاج بيعرف يقرا خط الطبيب كلهم. ايوه. انا في القاهره اقرا خطه ازاي؟ وانت كاتب، وعلى فكره محافظه سوهاج ومعظم محافظات الصعيد الناس بتعاني وعاملين مشكله كبيره جدا في موضوع خط الاطباء. يا جماعه ارجوكم، حرف واحد كطبيب بكلفك دي ممكن يكلف حياه المريض. طيب. حضرتك بتتكلم عن نقطه مهمه جدا، حته الكوست، التكلفه. هو حياه اي انسان في الدنيا يقابلها اي تعويض مادي او اي كوست مادي؟ اطلاقا على الاطلاق. اطلاقا. في امريكا الناس كلها، انا نفسي في حاجه يا استاذ يوسف، نفسي في يوم اعمل مداخله ما اقولش بره بيعملوا كذا. نفسي في نفسي الناس بره صدرت امريكا وكندا يتصلوا بينا في مصر ويقولوا لي انتوا عملتوا كده ازاي؟ احنا شاطرين. عايز اقول لك على حاجه يا استاذ يوسف، احنا 300,000 صيدلي. على مسؤوليتي اشطر صيدلي في العالم هو الصيدلي المصري. شوف، هو وامهر صيدلي في العالم هو الصيدلي المصري. عشان الحق، واحلى احسن دكتور يعني، على عهدتي انا بقى، مش بس مسؤوليتي. لا، والاطباء يا فندم اكفى الاطباء إنجلترا في الشرق الاوسط الاطباء المصريين. انجلترا من الدول اللي بتطلب عدد كبير جدا من الاطباء من كل انحاء العالم. الحقيقه انه الدكتور الطبيب المصري بالتحديد هو اول واحد في قائمه المطلوبين، لاجل طبعا مش المطلوبين امام العداله، المطلوبين علشان يجوا يروحوا انجلترا، مذهلين. لكن انا هنا في عندي حاجه يا دكتور، اي طبيب هيسمعنا هيرد بالرد الاتي: على فكره احنا خطوطنا مفهومه جدا في الروشتات للصيدله، اما في الصيدليات مش مفهومه. أنا هقول لك اللي بيتقال علشان اللي واقفين في الصيدلية ما هماش صيادلة ولا أطباء ولا طب بيطري، عشان حتى لأنه طيب أنا برضو هرد إننا الطالب في كلية الطب البيطري أو خريجها هيبقى على الأقل أيضا يفهم جيدا المواد الفعالة. قال لي اللي أنا اتقال لي كده بصراحة، قال لي اللي بيقف في الصيدليات يا جماعة بيبقوا خريجين كليات ملهاش علاقة بالعلوم الطبية أو الدوائية، خريج تجارة وخريج مش عارف إيه، بس علشان الدنيا واقفة شوية فالولاد بالوقت بينزلوا ويشتغلوا بالوقت بياخدوا خبرة، فأه بتقول له على اسم الدواء بيجيبه لك وما إلى ذلك. ده كلام أيضا بعض الأطباء. هرد على حضرتك، هرد على حضرتك. اتفضل يا فندم.
رقم واحد اللي بيحصل له مشكله قدام الروشتة تيجي يقراها الصيدليات اللي هو فيها صيدله. اه زي ما قلت لحضرتك انا هجيب يعني ممكن ابعت لحضرتك على الناس عارض عندك روشتات لا تقرا لاش علاقه بخريج صيدله او خريج غير صيدله. عايز اقول نقطه مهمه. ايوه الصيدلي بيدرس علم ادويه وتفاعلات دوائيه وجرعات وازاي بيصنع الدواء والدواء بيشتغل ازاي في الجسم وبيخرج ازاي وتفاعل ازاي مع الاطعمه مش عشان يطلع يقرا روشتة. كويس. الصيدلي بيتعلم عشان وظيفته انه يصنع قرص دواء. صح. وعشان خاطر يوضح الجرعات ويشوف التفاعلات الدوائيه. صح. بين دواء والتاني اللي ممكن تحصل في بعض روشتات، وده طبعا ما بيحصلش في مصر بسبب عدم تطبيق الصيدله الكلينيكيه على غرار الدول المتقدمه بره. فحته التعويل على ان الواقف في الصيدليه غير صيدلي انا بقى هحلها لك يا استاذ يوسف من خلال برنامج حضرتك بنناشد كل الجهات المسؤوله بكتابه الدواء بالاسم العلمي، كده خرجت كل الدخله بره قطاع الصيدله. لان مفيش واحد هيبقى واقف في الصيدليه هيقرا اسم علمي. هم ولادنا ولادنا واصدقائنا واخواتنا اللي موجودين جوه الصيدليه وهم مش خريجين صيدله هم كمان معذورين. العيال دي عايزه تدور على شغل، مش عايز حد فيهم يزعل، بقول له يشتغل على شغل لقمه عيش بالحلال، بس لازم يبقى في حل ما. حل ما اذا كان هيبقى موجود في الصيدليه فنشوف بقى هل النقابه طرد او طرد الدخلاء من المهنه مش معناها طرد اي موظف من اي منظومه صيدلانيه. لكن هيبقى ليه دور محدد، دور اداري مش دور تكنيكال. الدور الفني والطبي هو دور الصيدلي، وده اللي بيحصل في العالم كله. بتلاقي حد واقف صيدلي وفي حد ثاني موظف موجود مخصص ليه مهام اداريه ثانيه. طب لكن هل في النقابه خاطبتم وطالبتم وتحاورتم واجتمعتم مع نقابة الأطباء وخرجتم بمنتج ما نتكلم فيه مع الوزارة ونتكلم فيه مع المؤسسات المعنية بضرورة تفعيل الفاتورة الإلكترونية؟ طب هأرد لحضرتك وأقول لحضرتك حاجة مهمة جدا بمناسبة الحوار الوطني، المبادرة الرئاسية الموجودة دلوقتي بخصوص الجامعات المدنية. سيادة الرئيس في 2021 قال ان عام 22 هو عام الجامعات المدنية. عظيم. وعام النقابات، مظبوط؟ حلو. فأنا أتمنى ان عام 22 تعود نقابة الصيادلة لمكانها الطبيعي طبقا للقانون والدستور، وتبدأ تتعامل كنقابة عامة مع النقابات المعنية الأخرى سواء نقابة الأطباء ومع هيئة الدول المصرية مع وزارة الصحة. احنا محتاجين قانون أو تشريع أو مدونة أخلاقيات مهنة الطب في مصر بالتشريع عشان خاطر يبقى كل واحد له دور. على فكرة أنا بحمي الطبيب قبل ما بحمي الصيدلي لما يكون عامل روشتة إلكترونية. أنا بحميك كطبيب، أنت كتبت روشتة، سيب لي أنا المسؤولية الصيدلانية. لو أي تفاعل دوائي في الروشتة أنا صرفته أنا مسؤول. لكن حضرتك بتكتب روشتة غير واضحة المعالم بيحصل أخطاء، اللي بيلبس المشكله كلها ويتحمل المسؤوليه في النهايه قدام اهل المريض هو الصيدلي. الطبيب يقول لك انا كاتب الروشته وصيدليه فلان بيصرفها، انت صرفتها غلط. ساعتها لا، يعني مش عايزين نبكي على اللبن المسكوب. لكن انا باكد على حضرتك يا استاذ يوسف ان احنا كنقابه مدنيه وكنقابه الصيدله قوامها 300,000 صيدلي، احنا في ظهر الدوله، وفي ظهر الدوله احنا نقدر نساعد. وكان الصيادله لهم دور كبير جدا في ازمه كورونا، وما زال هذا الدور قائم. من خلال برنامج حضرتك برضه بناشد كل الساده المسؤولين في وزاره الصحه، ارجوكم نبدا على الاقل كتابه الروشتة بالاسم العلمي على الاقل في المضاد الحيوي اللي العالم كله بيشكي منه. امريكا من 20 سنه اوباما كان عامل مؤتمر في شيكاغو عشان يشوف ايه مشكله المضادات الحيويه بسبب سوء استخدامها. احنا في مصر بنستخدم المضاد الحيوي عمال على بطال، بتلقى شاب دخل مستشفى عمل مزرعه ولا مضاد حيوي في العالم جاب نتيجه معاه بسبب سوء استخدام المضاد الحيوي. ما هو عشان حضرتك ذكرت بره كمان يا دكتور محفوظ، بره مفيش حاجه اسمها ان انا اخش بالروشتة فاديها للصيدلي فيديلي علبه دواء كده زي ما هي. في سيستم الكتروني، مش بس كده، مش بس كده، انا باخد الدواء في علبه بلاستيك معقمه على قد الجرعات المنصوص عليها. مظبوط. في الروشتة فباخد العلبه البرتقالي الشفافه دي بالاسم العلمي يا استاذ يوسف. وده أيوة. اللي عامل وفره. اقول لك على حاجه يا استاذ يوسف، احنا عارف احنا في مصر حجم تداول الدواء كام في السنه؟ كام؟ فوق ال 100 مليار جنيه، منهم على الاقل 2.5 مليار جنيه بيطلعوا اكسبايرد. خلي بالك بغض النظر الصيدلي هو اللي بيشيلهم، دي في النهايه موارد دوله. انا لو كتبت الاسم العلمي فانا بوفر على الدوله 2.5 مليار جنيه موارد دوله ما بتترميش في الزباله. دي مهمه جدا. ثانيا انا بقطع العلاقه التجاريه اللي ما بين مقدم الخدمه الصحيه
وبين الشركه، فبالتالي هيبقى موجود في روشتة هو ما يستحقه المريض فقط. فبالتالي الاوت اوف بوكيت ماني اللي بيصرفها المريض هتقل بنسبه على الاقل 30%. ده كله لصالح مين يا استاذ يوسف؟ ده لصالح في النهايه مخرجات الصحه. احنا في النهايه كلنا بنطرح اقتراح او بنقدم عرض، احنا بنبص على المصلحه العامه بغض النظر عن مصلحه الصيادله. وانا مش هبقى مكسوف لما، لان انا ده دوري كنقابي ان انا ادور على مصلحه الصيدلي، انا جاي النقابه ومرشح من زمايلي عشان ادور على مصلحه الصيدلي، لكن هذه المصلحه لا تتعارض تماما مع مصلحه الجامعه او مصلحه الدوله، وده اللي احنا دايما بننادي بيه، احنا كلنا في ظهر الدوله يا استاذ يوسف، وكلنا محتاجين المنظومه الصيدلانيه في مصر، لان كل القوام الرئيسيه والاساسيات الرئيسيه ان المنظومه الصيدليه والدوائيه في مصر تتقدم الشرق الاوسط كله متوفره، انا عندي فوق ال 160 مصنع دوائي. طب يا دكتور ما نعمل حاجه لطيفه، يعني هخليني برو اكتف زي ما يتقال كده. دلوقتي احنا محتاجين ان حضراتكم في نقابه الصيادله تتكلموا مع نقابه الاطباء، ومحتاجين نقابه الاطباء هي كمان تعرض وجهات نظرها في مساله اذا كانت هناك ممانعه ما في اصدار الفاتوره، اسف الروشتة الالكترونيه. فاحنا نعمل حلقه مع بعض وتبقى مائدتنا غير المستديرة، تنورونا وتشرفونا فيها تشرفنا. ممثلين عن الصيادلة وممثلين أخر آخرين عن الأطباء من النقابيين، يعني من مجلس النقابة هنا ومجلس النقابة هنا زي حضرتك، تنورونا نتكلم عشان نلاقي حلول. أول ما يعني ده هيحصل مرة في اتنين في تلاتة عندي وعند غيري من الزملاء، إلى أن نصل إلى ورقة عمل، هنا نقدر نشوف ايه اللي ممكن يتعمل مع المؤسسات الدستوريه المنصوص هذا عليها المشروع يا سيدي. فيبقى بعد كده في تشريع يسمح بذلك، لانه التشريع لن يسبق الحلول، التشريع هيتعمل علشان يسهل في مساله اقرار الحل وتفعيله. فباذن الله سبحانه وتعالى يعني نتمنى ان حضراتكم جميعا سواء اذا كان من نقابه الصيادله او نقابه الاطباء تنورونا وتشرفونا، نحاول بس نوصل دايما لشيء ما يبقى إيجابي وجيد وفاعل. كل الشكر للدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة. فاصل ونرجع نكمل تاني، مش بكرة ولا حاجة، لسه معاكم. اهلا وسهلا، اهلا اهلا اهلا. انا لحد اللحظه دي بحاول افهم الميتافيرس، مش عارف، ده بكلمكم بجد يعني بحاول افهم، يعني مش قصه بقى هو في ميتافيرس ولا ما فيش، هو في ميتافيرس خلاص عارفين، يعني مايكروسوفت عملت ميتافيرس، اخونا مارك زوكربيرج في فيسبوك خلاص اصله واسسه ومركزه الميتافيرس، لكن انا مش فاهم ايه اهميته، يعني قاعد عمال بفكر في الموضوع فمش قادر افهم ده، إلا أنه على ما يبدو الميتافيرس ده، خد بالك بقى اسمه ايه، ميتافيرس، أصبح جزء لا يتجزأ من حياتنا العلمية لو صح التعبير، أو جزء لا يتجزأ من البحث العلمي، وجزء لا يتجزأ كمان بشكل أو بآخر من الواقع اليومي عند بعض الناس، وهذا البعض بيزيد. طيب المسألة مش كده بس، المسألة انه اصبح في عندنا باحثين وفنانين وعلماء و يعني على مختلف النواحي العلمية اصبح في اهتمام حقيقي بمسألة الميتافيرس، واصبح في منح واصبح في دورات تدريب، يعني في حدوتة بتدور حول الميتافيرس. فانا فعلا لسه غالبا عقلي المتواضع مش عارف يستوعبه، لكن كل اللي اقدر اقوله لك انه الفنانه التشكيليه الدكتوره ساره عبد ربه فازت بجائزه مؤسسه انسو اووردز، وهي مؤسسه هنديه، ودي مؤسسه موجوده من سنه 91 بتشتغل على منح الجوائز للابحاث المبتكره في الهندسه والعلوم وما الى ذلك. طيب دكتور ساره فازت ليه؟ فازت لانها صممت اول عماره افتراضيه على الميتافيرس، اللي انا لسه مخي المتواضع مش عارف يستوعبه.
وبعدين تجد ان دكتور ساره هي اصلا لما فازت بالجائزه ده هي اصلا كانت فايزه بمنحه، يعني هي فازت بالجائزه اثناء فوزها بالمنحه اللي كانت واخدها في ايطاليا. صح كده يا دكتور ساره ولا انا قاعد عمال بقول اي كلام ولا ايه؟ مساء الخير على حضرتك. مساء النور يا فندم. خليني اصحح حاجه الاول بس قبل ما نشرح ايه هو الميتافيرس. صحح. انا مؤرخه فن. أيوة. مش مصممه. حلو قوي. اوكي ماشي. هو ده انا بعمل ايه، انا بأرخ الفن والتكنولوجيا في العالم وايه اللي بيحصل بالظبط منهم، اللي بيحصل الميتافيرس والان اف تي مثلا. لو حضرتك سمعت عنه. لا انا عارف الان اف تيز كويس، وخدت قرار ان انا ابقى ملياردير عن طريق الان اف تيز، لان انا خيالي خصب فهقعد اصمم شويه حاجات. يعني تجاريه، مش فكره انه انا هبقى ملياردير عن طريق الان اف تي. في بعض تجار الفن بيستخدموا الناس عشان يحققوا مكاسب بشكل مش حلو من فكره الان اف تي. اوكي. فأحكي لحضرتك من الأول إن أنا كان الموضوع في البداية بدأ معايا من فكرة بحث كنت بدور له على دعم مادي علشان أكلم عن الفن والتكنولوجيا. سفارة إيطاليا، قعدت 5 سنين أدور على حد يدعم الفكرة ويقتنع بيها إن أنا عايزة أؤرخ بشكل أكاديمي للناس الفن والتكنولوجيا دلوقتي عامل ازاي، اللي بيحصل التطور السريع، لحد ما تكرمت سفارة إيطاليا مشكورة بالتعاون مع مؤسسة للتنمية المستدامة في إيطاليا برضو، وتاني أقدم كلية فنون في إيطاليا. التلاتة دول خدوني واتبنوا فكرة المشروع وسافرت علشان أعمل فكرة بحث. لما سافرت وقعدت في إيطاليا اكتشفت أن الموضوع أكبر من بحث، واكتشفت ان الموضوع ينفع يتكبر اكتر من بحث صغير انشره، فقررت ان انا اكبر فكره البحث من بحث لكتاب ومن دوله واحده او مصر وايطاليا، لانه يشمل 14 دوله متقدمه تكنولوجيا وعلميا على مستوى العالم. يشمل بقى الكتاب الفنانين والمعماريين اللي بيدمجوا الفن والتكنولوجي، اشهر فنانين من 14 دوله متقدمه. وبنناقش مع دكاترة في الجامعات الدولية والعالمية الفن والتكنولوجي موجود ورايح فين، ويا ترى ايه هيبقى مستقبل الفن. الميتافيرس الصعود بتاعه والضجة بتاعته حصلت في الوقت بتاع الكوفيد زي الـ NFT بالظبط، لان في الوقت بتاع الكوفيد كل الناس اتجهت لان هي تحاول تغير ان انت تعيش كل حاجة في واقع افتراضي زي الزوم مثلا. فالميتافيرس ده مكان علشان يعملوا فيه اجتماع بيصمموا معماري، وبيدخل ممكن مجموعة بتدخل فيه تصميم شكل عمارة كاملة، بتحس ان انت جوه المكان وبتقابل الناس اللي انت عايز تقابلهم وتتعامل معاهم وتتكلم معاهم. يعني فكرة الزوم اللي بنعمله، بس انت بتحس ان انت جوه وفي تفاعل اكتر مع حد من بلاد تانية او حد من عن بعد. طيب صححي لي فكرة، أنا بقابلهم بشكلي الشخصي ولا بقابلهم بأفاتار؟ بأفاتار. طيب. وبياخد شكل الفيس بتاعك وبتكون شكل قريب منك، بس بتتفاعل يعني بتتحرك جوه انت فاهم. لما بتدخل عليه بتحس ان انت جواه، انت بتحس بده فعلا، لان انا عملت انترفيوز مع المصممين بتوع العمارة الافتراضية جوه الميتافيرس، حسيت ان انا في انتراكشن اكتر من الزوم. اشرحي لي دي اكتر، يعني انا البتاع الجادجت اللي انا هستخدمها دي البسها على وشي وابدا اشتغل، هتحسسك ان انت جوه فعلا جوه الشقه دي حقيقه، هتحسسك هتديك احساس ان انت جوه. انا بحارب الفكره دي مع اولادي على سبيل المثال، يعني اولادي مقتنعين بالقصه دي، احنا ما جبناش الجادجت ده اصلا لانه غالي جدا، بس على الاقل لحد دلوقتي، لكن هم اولادي مقتنعين قوي بانه الجادجت ده هيدي لي الاحساس، وانا مصمم انه استحاله ايه البس نظاره احس ان انا جوه مكان اخر ازاي. يعني حضرتك شفت كان في برنامج في رمضان مش عارفه فيه بيدخلوا الناس بتلعب
مش فاكره اسم البرنامج بصراحه، بس كان الردود الافعال بتاعت الفنانين ان هم حاسين ان في حاجه قربت منهم، زي ما بنبقى قاعدين بنتفرج على السينما لما بنلبس النظاره 3D، ودي ابسط كتير من فكره. انا جربت ازور مواقع بشكل افتراضي اللي هي الفيرتشوال رياليتي، يعني قدر الامكان. فمثلا كنت في مؤتمر وكانوا عاملين سيميوليشن علشان المنطقه بتاعت بيترا في الاردن، فلبست النضاره وحسيت ان انا موجود في بيترا وسعيد جدا. بس ان انا قاعد وبتكلم مع الناس وهيوصل لي الاحساس وبتاع الاجتماع وحماوه الاجتماعات والمناقشات والمكان والانفايرمنت، كل ده انا هحس بيه. ده حقيقه، ده حقيقة، والموضوع بيتطور بسرعة جدا جدا. وعلى فكرة يعني خلي بال حضرتك الموضوع ده ليه علاقة بالتنمية المستدامة وتحقيق الاستدامة، لأن في تطور تكنولوجي سريع جدا جدا جدا. ازاي ما يبقاش في استهلاك للطاقة، وازاي ما تخرجش علشان لو ينفع نعمل اللقاءات بتاعتنا في الميتافيرس يبقى احسن، علشان توفير طاقة، الحفاظ على البيئة، عشان تغير المناخ. ده بيتطور، وده التكنولوجيا انا بقول هي سلاح ذو حدين، ممكن تضر البيئه لو انا مش حاطط في دماغي فكره تغير المناخ والاستدامه، وممكن استخدمها واطورها، وده اللي هم بيعملوه فعلا دلوقتي علشان احافظ على البيئه. لو ما فيش داعي ان انا اخرج ممكن اعمل الاجتماع ده من البيت، انا ممكن اعمل ده وهحس فعلا كله بيتطور بسرعه جدا. أوكي. جدا هايل. حضرتك بقى قررتي لده؟ إيه؟ انا اللي حصل ان لما كنت بعمل الانترفيوز مع الاشهر ناس في المجال ده، انا حسيت ان الجيل الجديد اللي طالع مشدود للتكنولوجي بشكل مرعب، وهيتوه في النص ما بين فكره انه يجري ورا زي ما حضرتك قلت الـ NFT ممكن ابقى ملياردير، وان هو ينسى ان هو بيعمل ارت، مش بيعمل حاجة اللي هي مكسب تجاري بس، انت بتعمل حاجة لازم ترجع لأساسيات التصميم وترجع للحضارات القديمة. ده الفنان الناجح. وفي أعمال فنية تجارية، ده فن عمره ما بيستمر وعمره ما بينجح. فالأجيال الجديدة بتتوه في النص، في الفكرة بتاعة التكنولوجيا بتشدهم أكتر من إن هم يعملوا بالانس بين التكنولوجي وبين التصميم، أساسيات التصميم. فالكتاب ده هو بمثابة إن حاجة صادقة، لو الأجيال الجديدة قريتها وعايزة تدخل في المجال بتاع الأرت والتكنولوجي وتدمج الأرت مع التكنولوجي، هيحطهم على الطريق الصح، هيقول وجهة نظر صادقة، هيشوفوا أمثلة حقيقية مش أمثلة تجارية، فهيقدروا يختاروا الطريق اللي يمشوا فيه صح. ده كان فكرة الكتاب، لما لقيت إن الأجيال الجديدة بدأت تفقد حاجات كتير وتفقد اصلا اساسيات التصميم، وهننسى الحضارات القديمه وهننسى ان احنا عندنا مرجعيه وان الفن ده ليه جذور، ايا كانت الحضاره اللي انت بترجع ليها الفن دايما ليه جذور. عندنا دافنشي كان بيرجع للحضارات القديمه في التصميمات بتاعته، في الافكار بتاعته. فالكتاب هو حاجه استرشاديه لاي حد عايز يدخل مجال التكنولوجيا والفن بشكل واقعي وصريح وبدون خداع وبدون شكل تجاري بحت، اللي هو يبعدنا عن فكرة الفن نفسها، إن الفن ده لازم يكون فيه إبداع، مش حاجة هبيعها كده وخلاص. طيب، يبقى على حد علمي إنه إنزو أوردز هي جوائز متعلقة بالعلوم والابتكارات، بالعلوم والهندسة. أيوة. والطب. حلو قوي. الغريب في الموضوع ان انا بقى اخدت الجائزه بالظبط، هو ده، لان انا عملت التاريخ الاكاديمي للفكره دي، وده هيكون اول كتاب موجود بالشكل ده، لان في مؤرخين فن كتير لسه في ديبيت حوالين مواضيع كتير لسه طالعه. فيعني كان حد طالبه من جامعه مانشستر بعتالي بتقول لي انا مش لاقيه مراجع، لو ممكن تساعديني. انا ما اعرفهاش، وجت عن طريق حد اعرفه بتدور على مراجع، ما فيش مراجع كفايه للموضوع ده، ففي شكوك حوالين الموضوع. فلما عملت البروجكت ده كان اول نتيجه لي بحث علمي 12 في انجلترا بيتكلم عن الفن
والتكنولوجيا الرقميه والاستدامه. وبناقش فيه يعني ده نتاج صغير، لكن النتاج الكبير الكتاب اللي هينزل عن الفن والتكنولوجيا هينزل مبدئيا بلغتين انجليش وايطاليان، بعد كده هيترجم للغات ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله اخذت الجائزه الثانيه دي على الاساس التكريم الثاني ده على فكره ان انا ارقت الفنون والتكنولوجيا في العصر اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. عظيم جدا، وهو امر عظيم وليس بالهين على الاطلاق. اشكرك جدا يا دكتور، كل شكر ليكي دكتور ساره عبد ربه، استاذ مساعد النحت والتشكيل المعماري بكليه الفنون التطبيقيه بجامعه بنها، وجيد جدا مسألة الشرح المبسط لمسألة الـ NFTs وبالتأكيد للميتافيرس بشكل عام، وعلى طبيعة الجائزة اللي بتاخدها في من مؤسسة زي مؤسسة إنزو أوردز الهندية. بما ان احنا بنتكلم عن الفن فخلونا نعود بقى هنا للحالة التقليدية لو صح التعبير في الفنون بعيدا عن الميتافيرس. هو مهم جدا قوي خالص انه المنتج الفني او المنتج الفكري بتاعنا، لانه الفن مش مجرد شوية ضربات بفرشة على مسطح فاضي خالص، فكرة وفلسفة وتراكم كبير علشان يبقى بجد فن، ما يبقاش اي كلام فاضي وخلاص. وعليه بيبقى شيء رائع جدا انه يتم تقدير هذا الفن من الخارج والداخل، مش بس من الداخل. لا فارق معانا يعني موضوع برد؟ طبعا فارق. انت بتتكلم هنا على فنك وعلى فنانينك، ان هم يبقوا معروفين ومقدرين جدا في بلاد بره، زي ما المفترض ان احنا نقدرهم جدا ونرفعهم على الهامات لو صح التعبير. صحيفة تايمز اللندنية الشهيرة ذائعة الصيت نشرت على صفحتها بموقع أو بمواقع التواصل الاجتماعي هذه اللوحة، لوحة القرية لفنان مصري هو محمد صبري بسطاوي. وبالمناسبة بسطاوي ودي صورته هو بيشارك بيها في مزاد بونامز. فاللوحة مقدرة فعلا، ويعني أقدر أقول بذائقة فنية على قدي. اللوحة واضح أنها حلوة إلى أن نقف أمامها كتير ونتوقف ماليا حتى نتذوقها، كما يجب أن يتم تذوق منتج فني على ما يبدو أنه بصراحة رائع. وحكاية اللوح دي بالذات أنا اتعلمت حاجات كتير جدا من أمي بصراحة، بس حكاية الفن التشكيلي ده بالذات أنا تذوقته بسبب أبويا الله يرحمه الفنان التشكيلي محمد صبري البسطاوي. أهلا 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 وسهلا بحضرتك يا أستاذ يوسف. إزيك؟ سعيد يعني بوجودي معاك. لا يعني أنا اللي سعيد إن أنا بكلمك، لأنه أنا زي ما بقولك أنا من الناس التي تقدر الفن التشكيلي جدا. واضح جدا. ولا والله ولا واضح ولا حاجة، أنا على قدي خالص، ما تدنيش أكبر من حجمي إطلاقا. والله أنا بكلمك بجد، أنا كل الحكاية أنا شخص محب للفنون يعني بشكل عام، وزي ما كنت بقول أنا وأنا شايف اللوحة حتى وهي من بعيد عبر الشاشة كده زي ما بيتقال، واضح واضح انها لوحة مهمة، مش بس مسألة لوحة حلوة، قصة حلوة دي تتقال على حاجات تانية، لكن دي لوحة لوحة. اولا قبل الجايزة الاهم بالنسبة لشخصي المتواضع، اشرح لي لوحة القرية. والله هي اعمالي بتدور في الفلك المصري، يعني انا متأثر جدا بالحضارة المصرية القديمة. واضح. والجداريات المصرية والمنظور المصري للحياة يعني بشكل عام يعني. وانا ابن وادي النيل يعني، انا والدي من الاقصر وامي من رشيد. الله الله، ده انت من جنوبها لشمالها او من شمالها لجنوبها. ايوه من المنبع للمصب يعني. احسن ناس. ففي تاثير بصري كبير جدا حصل لي يعني من خلال طفولتي في القريه وكده يعني. وطبعا تم دعم ده بدراستي في كليه الفنون الجميله، وانا دكتور في كليه الفنون الجميله في اسكندريه، جامعه اسكندريه، وانا تخصصي النحت اصلا.
ولكن ولكن انا في تاثر يعني طول عمري بحب اعمل كل ما هو له علاقه بالفنون، يعني سواء كانت رسم، تصوير، نحت، ايا يعني كان الحاجه اللي اقدر اعبر بيها يعني. ففي العمل ده انا اشتغلت على منظور القريه ومنظور الحمايه في نفس الوقت، ان في هجره من مكان لمكان وفي محارب واقف واقف يعني مش ماسك الدرع بتاعه، الجميع في اتجاه واحد، وفي النهايه في واحد محارب واقف باصص لهم، يعني بمعنى ما فيش خوف، يعني احنا الارض ارضنا يعني. ف وماسك الدرع المصري بتاعنا، والعمل فيه الوان يعني لونين بين السخن والبارد اللي هي درجات الازرقات والاحمرات، ومساحته كويسه، وفي اللاين بتاعي انا شغال على الاتجاه ده من وانا طالب، يعني عايز اكد على حته المصريه في شغلي، وعايز اكد على ان احنا كنا تابعين بلاد وحضارات كتيره جدا في التعبير وفي الرمزيه، لان المنظور المصري ما كانش منظور ثلاثي الابعاد، ولكن كان منظور متوازي، يعني هو كان عنده حاجات فوق بعضها، الارض وبعدين الانسان وبعد كده الطيور، ما كانش عنده البعد الثالث في الاعمال في الجدريات يعني. فده تاثري في العمل يعني. بس فطبعا كانت مفاجاه كويسه جدا وعظيمه، ان يعني جريده عالميه لها تاثير وانتشار واسع جدا، ان هي تختار العمل بتاعي من معرض كبير فيه اسامي كبيره جدا، محمود سعيد باشا، عبد حامد ندى، ضياء العزاوي من العراق، في حسن، يعني ناس كتيره جدا من العالم العربي، ان هي تختار عمل ليا. فده كان يعني حاجه كويسه للفن المصري عموما يعني، بالذات للجيل بتاعنا احنا يعني. هي حاجه بصراحه اكتر من رائعه يعني، فعلا مش هزار. واللوحه اتباعت ولا لسه؟ اتباعت الحمد لله. ما شاء الله. طب تاتش وود اولا، بس قول لي الرقم ثانيا. الحمد لله يعني. قول لي الرقم يعني، مش عشان الضرايب، قول لي الرقم علشان لا نفرح بيك. لا 6000 استرليني هو رقمها، كان يعني هو كان لها يعني سعر، فهي اتباعت بالسعر اللي كان مكتوب لها يعني 6000 استرليني. وبس ده يعني مش اول مره، ثالث مره ليا يعني الحمد لله. بس هو المره دي الانتشار ده تم عشان الجريده نشرت العمل بتاعي، فده كويس يعني، يعني الحمد لله يعني. احنا كده نحوش علشانك بقى دكتور ولا ايه؟ لا لا، ده انا احنا غلابه. لا ما هيجي وقت. بص استنى برضو ايه يعني، بشكل او باخر استطعت الحصول على لوحه للرسام بها. واللوحه دي موجوده في اكتر مكان بحبه، في بيت والدتي. ايوه. فما اقدرش احركها من البيت عندها، مع ان اللوحه دي بتاعتي انا يعني. لا لا. فانا لا بقى لا ايه، كل ما حد يكلمني اقول لهم يا جماعه انا عندي لوحه للفنان بقى ده، انا لو نزلتها مزاد والله لاكسب مبلغ من اللي هو. فانا من دلوقتي ابدا اعمل حسابي ان انا ايه، احوش عشان انزل مزادات اخد لوح محمد صبري بسطاوي. تحت عمرك يعني. هو الاعمال، هو التقييم بيبقى ليه يعني دي ابعاد كتيره، فانا يعني هو تقييمي انا شاب وب يعني ولسه بنتشر عالميا يعني بشكل، عشان كده قلت لك انا هحوش، لان انا اكاد اكون متاكد ان شاء الله هيبقى استثمار كويس. لا انا اكاد اكون متاكد انه الاهم بالنسبه لي هو ان انا اشوف اللوحات بتاعتك موجوده في افضل الاماكن باغلى الاثمان. الحمد لله. يعني ده مهم ليه؟ لانه هو الفن فعلا لا يقدر بالمال، لكن تقدير الناس لهذه اللوحة هو اللي يهمني جدا. فالتقدير الأدبي من وراء عرضها في التايمز ده مهم قوي 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 قوي، أهم من 6000 استرليني. والله لا يقدر بفلوس ده يعني، لأن ده قيمة أدبية وقيمة معنوية كبيرة جدا ليا، وانتشار كبير كمان طبعا، هتروح ناس كتيرة جدا، ويعني حصل سكسي حلو ليها يعني، حتى على السوشيال ميديا ناس كتيرة جدا مقتنيين من العالم كله نشروها، فده كان ده حاجة كويسة ليا يعني الحمد لله. طب قول لي، فنون جميلة خلصوا الترميمات بتاعة الواجهة وإعادة ترميم المبنى ولا لسه؟ فنون يعني جميلة اسكندرية يعني على قدم وساق يعني. طب هي الحكاية طولت، أنا بس بقول لك يعني، وأنا عارف إنك مش أنت المسؤول، على المسؤولين عن كلية الفنون الجميلة يسخنوا حبة. بشوفك في رشدي دايما. الله، ده احنا جيران بقى. ايوه جرين، بس يعني بسيبك عشان ما يعني لا ما تسيبنيش المره الجايه صفر لي احنا نطول ولا ايه؟ الله يخليك، انا ما طولش.
ربنا يخليك. أرجوك المرة الجاية لازم، بص أنا هاخد تليفونك وهنتقابل خلاص. لا نتقابل، ماشي. نتقابل والله اتشرف يعني. في واحد بيقف بتاع توت على الناصية، هنقف نقزق شوية توت. عارف بتاع التوت اللي على الناصية ولا لا؟ أيوه. هنروح نقف عند بتاع التوت. لا يعني بلدك ومكانك وفي أي وقت يعني. أتشرف أقول. أتشرف والله. لا أنا هاخد تليفونك من زملائي وهتصل بيك كده، لازم نتقابل حقيقي. أنا بشكرك طيب. جدا 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 يا دكتور، كل الشكر لفناننا التشكيلي الرائع اللي فرحنا بأنه تشكيليين وفنانين ورسامين ونحاتين يكونوا مقدرين من كبريات الصحف، دي حاجة مهمة قوي جدا خالص. فاصل، وبعد الفاصل هنتكلم على حاجة فعلا مهمة، حاجة متعلقة باقتصادنا وحاجة متعلقة بالطاقة المتجددة أو الطاقة الخضراء. حضراتكم عارفين أن الرئيس في أكتر من مرة وفي أكتر من موقع وفي أكتر من لقاء تحدث كثيرا على الطاقة المتجددة والبديلة والطاقة الخضراء، وعارفين أن مصر بتدفع دفعا في مسألة مثلا إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر بالتحديد، وعارفين من وقائع المؤتمر الصحفي اللي أقامه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك ما يطلق عليه الرخصة الذهبية، ده في إطار رؤية الاقتصادية الجديدة أو المستقبلية للدولة في خلال تحديات اللي احنا بنعيشها يعني من حرب إلخ إلخ إلخ، أنه في عندنا الرخصة الذهبية لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر، الرخصة الذهبية ل إقامة مصانع السيارات الكهربائية، والرخصة الذهبية لإقامة مشروعات طاقة متجددة، ودول الثلاث حاجات بس اللي هياخدوا هذه الرخص الذهبية. معانا إن شاء الله بعد الفاصل المهندس إيهاب إسماعيل نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة. بعد إذن حضراتكم انتظرونا. السادة والسيدات الكرام والكريمات، احنا هنتكلم على الطاقة المتجددة بس هو على الهيدروجين تحديدا. ايه حكاية الهيدروجين الاخضر ده؟ خلونا نرحب بضيفنا العزيز داخل استوديو المهندس إيهاب إسماعيل نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. ازاي الصحة؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. اول سؤال هيتبادر على ذهن اي مواطن، ايه هو الهيدروجين الاخضر ده يا فندم؟ الهيدروجين الاخضر زي ما الناس كلها عارفه ان هو في كان في الهيدروجين الازرق والهيدروجين الرمادي اللي هو بيعتمد على انتاج الهيدروجين سواء من الغاز الطبيعي او كان من الفحم سابقا او الحاجات دي. دلوقتي طبعا العالم كله بيتجه الى الاقتصاد الاخضر والتحول الاخضر في كل حاجه، فمن ضمنها الهيدروجين الاخضر. الهيدروجين الاخضر ينتج علشان ينتج لنوعين او منتجين بصفه اساسيه، الامونيا الخضراء وكمان الميثانول اللي هو بيستخدم في كوقود سواء للسفن او الطيارات. العالم كله حضرتك وتعلم ان اوروبا دلوقتي هتفرض ضريبه على الكربون على الطائرات والسفن والحاجات دي كلها، فبدات التحول ان انا ازاي ادور على وقود اخضر. فجت اللي هنا يبقى فيها عايزين هيدروجين اخضر. الهيدروجين الاخضر يعتمد بصفه اساسيه انه مصدر الكهرباء اللي هتخش فيه عشان تحلل الهيدروجين تنتج الهيدروجين لازم تكون طاقه خضراء او طاقه نظيفه. الطاقه الخضراء يعني معناها الطاقه المتجدده. الطاقه المتجدده يعني معناها الطاقه الشمسيه او طاقه الرياح اللي هي دلوقتي اثبتت جدواها واقتصاديتها اصبحت اقل كلفه من بقيه المصادر كلها. الطاقه المتجدده يعني انهي دوله اللي فيها مصادر غنيه بالطاقات المتجدده. مصر حاليا هي تعتبر من افضل المواقع او افضل المناطق، يمكن على من افضل موقع على مستوى العالم سواء من طاقه الرياح او الطاقه الشمسيه. انتاج الكهرباء فيها اقل كتير من بعض الدول، من معظم دول العالم، فبالتالي اصبحت مصر هي محطه الانظار من المستثمرين لانه يجي هنا مصر عشان يستثمر، يعمل محطه طاقه متجدده بتكلفه اقل، يقدر يستخدمها في انتاج الهيدروجين بكلفه اقل او بتكلفه اقل، ويبقى ينتج المنتج بتاعته بتكلفه اقل، يقدر يصدره ينافس بيه ويعمل بيه مشروعاته. فده بدايه السلسله، من هنا جت من هنا الهيدروجين الاخضر. كمان الهيدروجين الاخضر هنا كمان بيحتاج الى مياه، ميه واماكن شحن ومنطقه يقدر يحطوا فيها الميه علشان هي دي عشان المحلل الكهرباء احللها بالظبط كده لاكسجين وهيدروجين بالظبط كده. فهو هنا يبقى انا محتاج ان انا قريب من البحر علشان اقدر احلل ميه، يبقى في مأخذ ميه لان انا احللها. المحلل الكهرباء او اللي هو الالكترولايزر ده اللي هو بيستخدم هنا ده بيعتمد على الكهرباء. الكهرباء كمان ان هو
هتبقى طاقه نظيفه، بنقول طاقه شمسيه، طاقه الرياح. وهنا كمان بعد ما بينتج المنتج لازم يكون قريب من ميناء عشان اقدر اصدر، او ميناء عشان اقدر اشحن بيه سفن او حاجات. فهنا بقت العمليه هنا بقت تدور كل ده. الظروف دي مهيئه في مصر في الوقت الحالي. مصر قطعت شوط كبير قوي في الطاقات المتجدده، في الاستثمار في الطاقات المتجدده، جذب القطاع الخاص والاستثمارات في القطاع في الطاقات المتجدده. فده كان عامل مهم جدا جدا ده اللي حصل، لان كل المشروعات اللي حصلت القطاع الخاص اللي عملها في مصر دلوقتي، معظم الاتفاقيات زي ما بنسميها بانكابل او قابله للتمويل من بنوك التمويل العالميه، سواء البنك الدولي، سواء البنك الاستثمار الاوروبي كل، او بنك اعاده الاعمار الاوروبي. فده يعني قطعنا شوط كبير قوي، فكل حاجه جاهزه، البنيه التحتيه موجوده، في الشبكه موجوده، الاراضي المهيئه المخصصه لصالح الطاقات المتجدده موجوده في مصر، فبالتالي نملك البنيه التحتيه الموجوده. فمن هنا الاستثمار او التهافت احنا بنسميه كده من المستثمرين ان هم يبتدوا مشروعات الهيدروجين الاخضر في مصر، ده بيدل على ثقه المستثمرين في مناخ الاستثمار في مصر. ما بنبصلهاش كطاقه متجدده فقط بقدر ما هو ثقه في الاستثمار في مصر. البدايه صحيح في مشروعات طاقه متجدده، بعد كده هيتحول ان هو الهيدروجين الاخضر، بعد كده تصدير الامونيا الخضراء سواء للاستهلاك المحلي او تصديرها في السوق العالمي. شركه عالميه كمان جت عشان تشحن، من اكبر الشركات الملاحه العالميه، ان هي تعمل هيدروجين اخضر هنا في مصر عشان تشحن بيه السفن اللي هي هتمر في قناه السويس. ده بياكد تاني على ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في مصر. حلو جدا. أنا عندي كم شوية أسئلة كده هحاول أختصرهم قدر الإمكان، ولكن بعد الفاصل. الكلام ده حاجة أروع من المزيكا، استنونا لو سمحت. تبقى مصر كمشروعات خطة؟ لا، ده الحكايه كنز كبير. خلونا نجدد الترحيب مره تانيه بالمهندس ايهاب اسماعيل، نائب رئيس هيئه الطاقه الجديده والمتجدده. وكعاده الناس اللي مخها مليان ليهم دايما هاديين جدا، في المهندس ايهاب غايه في الهدوء، لا يتحدث الا يعني بمنتهى التركيز. هنا هروح على اول سؤال سالته لحضرتك في الفاصل، قلت لك يعني انا النهارده لما اجي هحلل الميه دي هتتحول بالتاكيد للهيدروجين وهتتحول الاكسجين، وهيفضل في عندي الرواسب الملحيه اللي في الحاله دي هتبقى صوديوم. بس زي ما شرحت لي برضو حضرتك عشان الناس ما تفتكرش ان انا اللي فاهم، يعني تكون القصه ان انا ايه يعني غشيت بقى. لا. انا في هذه الحاله هصبح في عندي منتجات ثانويه تعزز من الربحيه، اما اساس ربحيتي فهو ان الهيدروجين الاخضر هطلع منه الامونيا الخضراء وهطلع منه الميثانول. يس. حلو جدا جدا. طيب هنا يجي سؤالي، او بالادق الاول هاكد على مجموعه من الامور اللي وردت. يعني انا في مصر اقدر اقول ان انا واحد من اهم مناطق السطوع الشمسي، وبالتالي بقدر استغل الشمس كويس، وكذلك عندي مواقع هي مواقع تعتبر مصائد رياح من الافضل على مستوى العالم، وبالتالي اقدر استخدم طاقات الرياح ايضا، وده يساوي في العمليه الراسماليه او في العمليه الاستثماريه ان انا انتاجي ارخص او اقل تكلفه من اغلبيه اللي غيري. بالظبط. هل العالم توسع، العالم بقى اللي هو زي ما نقول العالم المتقدم كده، توسع في انتاج الهيدروجين الاخضر، ولا انه لازالت المساله لسه في الضيق، وبالتالي المنتجين الاوائل يحصلون على او يحصدون المكافآت الكبرى؟ بالظبط. احنا بنقول لسه في الاوائل، لسه في البدايات. الهيدروجين الاخضر ما زال في البدايات. حلو. فبالتالي كل المستثمرين بتدور على اي حاجه في البدايه محتاجه تكلفه كبيره، لكن هو هنا بيدور على اقل كلفه او اقل، يعني من الناحيه الاقتصاديه بيدور على الاماكن اللي تقدر تديله اقل كلفه. زي ما حضرتك تفضلت وقلت مصر من افضل الدول في السطوع الشمسي ومتعدد سرعات الرياح. لا، لو ترجمناها الارقام بنقول ان تكلفه الكيلووات ساعه اللي تم التعاقد عليها في مصر حاليا من الطاقة الشمسية أو من الخلايا الشمسية بصفة خاصة بنتكلم على 2 سنت دولار للكيلووات ساعة. للرياح وصلنا حوالي 2.85 سنت دولار للكيلووات ساعة. ده بنعتبر من أفضل المناطق، أرخص تكلفة الكيلووات ساعة المنتج على مستوى العالم، يمكن بنيجي بعد السعودية وبعد الإمارات في الطاقة الشمسية، وإحنا ثالث دولة، مع اختلاف طبعاً بيسموها التصنيف الائتماني لكل دولة والمزايا اللي بتحصل، لكن مصر بالوضع ده أقل كلفة في الطاقات المتجددة. فبالتالي وده عنصر مهم جدا في التكلفة للهيدروجين الأخضر،
وده موجود، البنية التحتية موجودة، الشبكة الكهربائية القوية موجودة. فبالتالي لو هنعمل محطة في أسوان وهعمل المحلل الكهربي في مثلا في المنطقة الاقتصادية اللي تابعة لقناة السويس، هنقل من الكهرباء من الشبكة، فخلاص ما عنديش مشكلة. صح، ما عنديش مشكلة. بنيتي الأساسية موجودة، موجودة الشبكة موجودة، موجود. فكل حاجة هنا مهيئة. الامتيازات اللي ممكن يحصل عليها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمان كأي مستثمر، فده بتساعد أيضا قربه من مينة العين السخنة مثلا أو بورسعيد، أو يقدر يصدر لأوروبا. بورسعيد وسفاجة في القريب وما إلى ذلك. بالظبط كده، فيقدر يصدر لأوروبا مثلا، ويصدر لأوروبا أو ياخد البحر الأحمر ويصدر لأسيا. بالظبط كده، أو بقية قارة إفريقيا. فبقت البنية التحتية كل العوامل هنا مهيئة إن تجذب المستثمرين. طبعا. فكل المستثمرين اللي جم ووقعوا مذكرات تفاهم اللي بناء عليها يبتدي يعمل الدراسات الفنية اللازمة لإنشاء هذه المشروعات وبجدية، هم يعني في حاطين هدف. يعني انا جالي مجموعه مستثمرين فعلا وبداوا وقعوا مذكرات تفاهم يا فندم، بين يعني فيها اطراف، فيها صندوق مصر السيادي، الهيئه العامه للتنميه الاقتصاديه، الشركه المصريه للنقل الكهرباء، هيئه الطاقه الجديده والمتجدده، ده من الجانب المصري. كويس. ده جانب مصري، جانب مصر. كمان اللي احنا بنتكلم شركات سواء اماراتيه، سواء شركات، اثنين شركات اماراتيه، شركه دنماركيه اللي بنقول اكبر شركات الشحن اللي موجوده، شركات كثيره، وشركه فرنسيه. فده كله مش جاي من فراغ، يعني لما بنقول واحد او اثنين يجي، وفي بدايه كانت شركه المانيه من اكبر الشركات كمان، لما بنقول واحد او اثنين يجي بنقول ماشي، لكن لما يجي سبع شركات او ثمان شركات يطرقوا الابواب ويوقعوا مذكرات تفاهم وبداوا الدراسات الفعليه ويكلفوا استشاريين ويدفعوا ملايين عشان يعملوا الدراسات دي، يبقى اذا الموضوع جدي جدا، موضوع متاكدين ان هم المشروعات دي هتنجح باذن الله في مصر، مصر هتاخد الدوله الرياده في الهيدروجين الاخضر على مستوى العالم بحجم المشروعات، بحجم مشروعات الطاقات المتجدده اللازمه لانشاء هذه المشروعات، بحجم القدرات المحلل الكهربائي الموجود كمان. ويمكن زي ما حضرتك تفضلت من شويه، وكان الاجتماع توجيهات الرئاسيه ان هو التصنيع المحلي للمحللات الكهربائيه دي اللي هيجي دورها، كل ما هنزداد الطلب على المحلل الكهربائي هيبقى بالتالي هيبقى في سوق ليها. صح. فبالتالي هنبقى محتاج التصنيع المحلي هنا ده، وانا هيبقى عندي مشروعات موجوده في مصر، يبقى بالتالي الطلب عليها قدرات. بالظبط كده، بالظبط كده، فهي سلسله كده. شركه الشحن الدنماركيه اللي هي اكبر شركه في الدنيا دي، انا مش هقول اسمها يعني، بس اللي هي حرف ام في الاول. بالزبط. حلو قوي، عايزين يستثمروا معانا في انتاج الهيدروجين الاخضر. ما هو ده لوحده انديكيشن بالظبط انه ده استثمار شديد النجاح، عالي جدا في ربحيته. بالظبط، وعلشان يحقق الهدف بتاعه ان هو يبقى الشحن بتاعته وقود اخضر، وقود اخضر، ويتماشى مع التوجهات الاوروبيه والتوجهات العالميه ان هو مشروع يبقى بيشحن سفنه وبيشحن المراكب بتاعته كلها بميثانول اخضر، فيبقى كده هو حقق تكلفه اقل، وفي نفس الوقت اللي العالم كله بيفكر فيه الوقود الاخضر او الميثانول الاخضر. انا اخر حاجه هسالها، انا دلوقتي جاهز انه لو افترضنا مثلا الشركه دي، خلاص يا جماعه احنا وقعنا مذكره التفاهم، فليكن مثلا الشركه الدنماركي والشركه مثلا من الشركات الاماراتيه او الشركتين الاماراتيين او كله، قالوا يا جماعه احنا جاهزين نبدا عمليه الضخ المالي لانشاء الاستثمارات لانتاج هذا النوع من الوقود، احنا جاهزين؟ جاهزين، بس هي في حته بقى اللي كانت يعني الحكومه كانت حريصه جدا فيها. كل ده جايب قدرات كبيرة، عايزين يعمل مشروعات كبيرة. أيوه. زي ما احنا قلنا في الأول، لسه الموضوع لسه احنا ريادي، فالريادي فالحكومة هنا قررت يبقى نبتديها على مراحل. أيوه. مرحلة ريادية، مرحلة أولى، مرحلة تانية، مرحلة ثالثة، كل ما تنجح مرحلة نكمل. نكمل اللي بعدها. نضمن النجاح، نضمن الاستمرارية، لأن الأصعب دايما في البداية، لو نجحت إن شاء الله فيبقى التوسع ومعمول حسابة الخطوات التوسعية، وده الأهم من الحكومة، إن احنا نبقى نبتدي صغيرين الاول وننجح، بعد كده نتوسع ان شاء الله. خطه كبيره قوي، وبنتكلم في تقريبا حوالي قدرات كبيره قوي، بس ان شاء الله ان شاء الله جاهزين ليها ان شاء الله.